الملاحظ أنه في فترة السنتين الماضيتين بعد في فترة كوفيد الجميع كان كيعاني كانت إشكالات كبرى أنها كان هذيك الأزمة كانت عامة كبيرة ولكن الآن كاين مشاكل تتعلق بمدخلة إما مدخلة الإنتاج أو التسويق. كنشكر حضور الكريم اللي يهتم بهذا الموضوع هذا لأنه موضوع له واحد الأهمية كبيرة في الجهة ديالنا. كنشكروا المحاورين ديالنا على اللقاء هذا. كما كيعرف الجميع أن الفلاحة هي واحد القطاع اللي مهم جدا وخاصة في الجهة ديالنا. الجهة ديالنا تعتبر جهة رائدة بالأرقام حيث أنها كتوفر تقريبا واحد 80-85% ديال الخضار للإنتاج الوطني وكتصدر تقريبا 90% من الفواكه للصادرات الوطنية. كتنتج تقريبا 41% من الحوامض وكتصدر ما بين 60-65% من الصادرات الوطنية للحوامض. كتنتج الزعفران 100% من الصعيد الوطني. كتنتج زيت الأرقام. كتنتج العسل. كتنتج الفواكه الحمراء اللي دخلت غير في هذه العشر سنوات الأخيرة بنسبة تقريبا 50% من الإنتاج الوطني. كتنتج ديك برودوي تيروار هذيك المنتوجات المجالية. كاين بزاف وهنايا بالتالي كاين واحد العنصر البشري مؤهل هو اللي جعلها أنها تبوك هاد 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 المراتب على الصعيد الوطني. معكم يوسف جبهة رئيس الغرفة الفلاحية جهة سوس ماسة. حنا اليوم هنا في واحد اللقاء تواصلي اللي بدعوه من النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه فرع اكادير اللي ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نتواصلوا مع العموم ديال المواطنين وديال المهتمين بالمجال الفلاحي في هذه الظرفيه اللي شويه صعيبه على بزاف ديال كاين بزاف ديال المشاكل الفلاحيه وغادي نحاولوا من خلال هذا اللقاء ان شاء الله اننا نتواصلوا مع جميع الصحفيين وجميع الحضور الكريم اللي كاينين وجميع المواطنين عبر تقنية التواصل عبر جميع القنوات ان شاء الله نتواصلوا نعطوا الراي ديالنا في جميع الامور اللي كتهم القطاع الفلاحي بالجهه ديالنا وبالمغرب على العموم. وشكرا. كما قلنا كان ضروري اننا نحافظوا على المواد الاساسيه في السوق المغربي وبالتالي للمستهلك المغربي. والحمد لله مرت هذه الفترة هذه السنة ديال 2020 كلها من مارس حتى الآخر 2020 اللي لقيتها اللي بدأنا كيتعود على كورونا وعلى الجائحة بصفة عامة وعلى المشاكل ديالها وفرنا الفلاحة وخاصة السوسية وفرت الأمن الغذائي بزاف ديال المواد الغذائية ونقدروا نقولوا الخضار بجميع أنواعها ملي كنهضر على البطاطا كاين كتلقاها في شي بلايص ولا في هذا ولكن في هذيك الوقيته بالذات الجميع المنتوجات ديال الخضار كتخرج من سوس مع الفلاح سي دي ميتي سيبور ليه من الاداره يعني جميع الاداريين ديال الفلاحه لا السلطات العموميه لا الجدارميه لان هذيك الوقيته كانت حاله استثنائيه بالنسبه للعمل بصفه عامه والانتاج بصفه خاصه وكل فلاحه هي الامن هي الغذاء هي هادشي اللي كنهضرو عليه كانوا مستهلك خصو ياكل وكانوا شي مواد اللي بحال تزاد عليهم شويه الطلب وخاصه الحوامض في هذيك الاخر ديال الموسم ديالهم رفع الطلب ما كانوش اثمنه كبيره بزاف ولكن كان طلب وكانت عجله ديال الاقتصاد كتدور هذا هو اللي مهم راه ماشي الثمن اللي مهم وانما اللي مهم هو انك تشتغل بأثمنة معقولة اللي تكوفر لي شارج زايد شي باراك ولكن كانوا بعض المدخلات اللي وقفات كاين ادارات اللي كتشتغل معها بعض المرات ما كتلقاش شي واحد بحال في اللوجيستيك بعض المرات ما كتلقاش بعض المرات كتمشي للبنكة مثلا ما كتلقاش المديرين ولا الاطار ما كاينش راه غير كورونا يعني كانوا بعض الملفات اللي كانت وقفات ولا تزيد بخير وملي كنقولوا بخير هو راه ديما كلشي نسبي كاين فلاح اللي هذا اللي سلك راسو كاين اللي ما قدرش كاين منتوجات اللي كانت صعيب انها تخرج راسها ولكن على العموم الحمد لله انا كنهضر دابا على الفلاحات العصريه والفلاحات الكبيره
ملي كتجي الفلاحات الصغيره القضانويه هادو زيرو يعني بدون استثناء العسل الارقان الزعفران كل شيء كانت لانهم مرتبطين شويه بالتصدير كانت الوقيته التصدير كان المواد بحال نقولوا ماشي دو بروميير نيسيسيتي ماشي ذات الاستهلاك الاولي ولا الضروري كانت وقفت شي شويه ولا هذا ولكن عقد العجله الحمد لله هي بان كاين شي مواد اللي ما خصناش نديروها بحال لابوليميك اللي خرجت على دلع فاقه عندك الحق انه كاين شي مناطق اللي ما خصش يمشي ليهم شي منتوج اللي يقدر يخسر يا داك المنتوج اللي كاين لان تما فيه واحات وفيه كذا خصنا نحافظوا عليه ولكن الاشكال اللي كاينه هو الترونسفير دو تكنولوجي اغريكول ما غاديش يدار بالهضره والتليفونات وبالواتساب راه ضروري تمشي عند الناس ودير قدامهم واحد التجربه وجوج وثلاثه باش يبداو يتعلموا شي حوايج ضروري يشوفوه كتبي توسع بنفس البير وكدير بيت خمسه كتولي سبعه ولا ثمانيه ولا عشره ولا كذا خديت الاعانه على خمسه خديت الرخصه ديال خمسه ولكن لما تعطيك اوبورتينيتي باش تنتج وترتاح وكذا كتولي توسع شي شويه وهنا فين خص السلطات ديال الماء وديال الاداريه وديال كذا ترد البال باش ما يكونش شي حاجه اللي فايته اسميتو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.